إلى فقرة الضيف، ونواصل من خلالها استعراض تفاعلات استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي. ينضم إلينا البروفيسور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ الكريم، وكل عام وأنتم بخير. مساء الخير عبد الله، وعيد مبارك سعيد لك ولقناة ميديا ولكافة الشعب المغربي وكافة المغاربة في العالم. شكرا لك بروفيسور. دعنا نتوقف عند أبرز التفاعلات الجديدة في الملف. المعارضة الإسبانية تحركت بقوة مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات بشأن استقبالها زعيم انفصالي البوليساريو ودخول المستشفى بهوية مزورة. كيف تقرؤون هذا البعد؟ أكيد أن المعارضة الإسبانية دخلت على الخط بقوة، وهي يعني توجه انتقادات قوية للحكومة، فهي بعد التخبط الكبير وعدم وضوح الرؤية الذي عبرت عنه الحكومة، وكذلك وجود حكومة سانشيز في ورطة حقيقية وأمام فضيحة حقيقية، دخلت المعارضة على الخط. فالحزب الشعبي وزعيمه كاسادو كان واضحا من خلال يعني ما وجه من انتقادات لحكومة سانشيز، وكانت انتقاداته قوية والعبارات قوية كذلك، فهو اعتبر التدبير غير مسؤول، واعتبره كذلك سيء، واعتبر التدبير سلبي على العلاقات مع المغرب. فبالتالي المعارضة اليوم وأمام الورطة الحقيقية والتخبط الذي توجد فيه الحكومة، التي لا تعرف اليوم كيف يمكن أن تخرج من هذا المأزق، فتوالت يعني المحطات التي غيرت فيها العديد من المعطيات وأظهرت ارتباكا كبيرا. فهل المدعو غالي دخل بجواز مزور؟ وهذا هو ما أعطي يعني كمعطى في البداية، ثم جاءت لتقول بأن دخوله إلى المستشفى هو الذي كان بهوية مزورة، ثم بعد ذلك يعني كل ذلك التخبط والتدخل الفاضح الذي كان يعني في فصل السلط، مع يعني محاولة إبعاد القضاء من القيام بدوره. فاليوم نلاحظ بأن هناك يعني تدخل قوي من المعارضة وفضح لهذا التخبط، مما يزيد أوضاع الحكومة يعني ربما يعني تأزما، وهي لا تدري اليوم يعني ما مآل هذه الفضيحة. فهل سيكون أو يعني سينتقل غالي بفضيحة غالي من المشفى إلى المحكمة، أم سينتقل من المشفى في محاولة لإخراجه من جديد بطرق أو أخرى خارج إسبانيا، أم سينتقل من المشفى إلى قبل. هذه هي النقطة، يعني سننتظر انتهاء هذه القضية وعلى أي أساس كما تقول أستاذ بروفيسور بن حمو. المعارضة الإسبانية تحدثت عن بعد آخر في الملف، اتهمها الحكومة بإفساد العلاقات البينية مع شريك بحجب المغرب. كيف تقيمون هذا البعد، وكيف تتوقعون على ضوئها مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية؟ المعارضة الإسبانية قرأت جيدا الرسائل المغربية، وقرأت جيدا كذلك مطالب المغرب، وفهمت جيدا بأن الحكومة يعني لا تجيب على هذه المطالب، وبالتالي تضع العلاقات المغربية الإسبانية في مهب الريح. والمعارضة يعني أشارت إلى العديد من الملفات القوية التي تربط المغرب بإسبانيا، سواء المرتبطة بالهجرة أو المرتبطة بالتعاون الأمني أو المرتبطة بالسياحة أو العديد من أو الصيد البحري أو العديد من القضايا يعني المهمة جدا والملفات يعني القوية جدا. فبالتالي المعارضة اليوم تدفع بالحكومة للخروج من هذا التدبدب وللحفاظ على العلاقات المغربية الإسبانية، لأنها تعي جيدا بأن المغرب يعني لن يتهاون ولن يتردد
ولن كذلك يعني يقبل بأن تستمر الحكومة في لعب على الوقت الميت وفي محاولة كسب الوقت وكذلك في الاحتماء والاختباء إما خلف الصمت أو خلف يعني بعض المعطيات التي تقدمها وهي واهية جدا. فوعي الحزب الشعبي وله تجربة في ذلك يعني مع المغرب وكذلك قناعته بالإرادة القوية للمغرب وكذلك يعني بالرغبة في الحفاظ على هذه العلاقات المتينة مع المغرب، فهو يضغط على الحكومة ويأتي هذا الضغط خاصة بعد النتائج الانتخابية المبهرة والزحف الذي حققه الحزب الشعبي في جهة مدريد قبل أسبوعين من الآن. لماذا تتلعثم الحكومة الإسبانية في تبرير ما ارتكبته من أخطاء باستقبال زعيم الانفصاليين، ولماذا بقي القضاء الإسباني مع يعني هذا الملف ضعيفا أو محتشما؟ أعتقد بأن الحكومة الإسبانية يعني هيأت لكل شيء وربما أنها يعني لم تكن إطلاقا يعني تضع في الحسبان أن يعني أن تنكشف هذه الفضيحة وأن تطلع إلى العلن هذا الوضع يعني الفاضح وهذا الاستخدام السيء للتزوير وللمغالطات ولاختراق أو لخرق العديد من القوانين يعني والمواثيق الدولية وكذلك يعني هذا العمل يعني الذي من خلاله حاولت توجيه طعنة يعني في ظهر المغرب ووضعت العلاقات المغربية الإسبانية يعني في محك خطير، فهي لم تكن يعني لتنتظر هذا الوضع بالتالي فوجئت وهي ضربة قوية لهذه المؤامرة الإسبانية الجزائرية. حتى رد الفعل المغربي كان قوي وحازم في تعاطيه مع هذه القضية وطلب بموقف واضح وصريح الآن من جانب إسبانيا، كيف تقيمون تعامل الدبلوماسية المغربية مع هذه القضية؟ أعتقد بأن الدبلوماسية المغربية يعني تغيرت بشكل كبير منذ عقدين من الزمن، والدبلوماسية المغربية لم تعد تقبل بالمواقف الرمادية، والدبلوماسية المغربية لا تقبل بأن يكون أي تطاول سواء على مقدسات المغرب أو على يعني المصالح الحساسة والمصالح الحيوية للمغرب، والدبلوماسية المغربية لا تتهاون مع أي كان وأي طرف كان، ولاحظنا بأن يعني هناك أطراف أخرى قبل إسبانيا يعني دخلت على محك الدبلوماسية المغربية وكسرت يعني عظامها وعلى يعني هذا المحك، فبالتالي إسبانيا اليوم تعي جيدا بأنها يعني وضعت نفسها بين المطرقة والسندان، فعليها إما يعني أن تقبل وتعلن صراحة بأنها يعني ارتكبت جرما في حق العلاقات المغربية الإسبانية ولذلك تكلفة يعني سياسية كبيرة داخليا وكذلك يعني تهديد لبعض ربما بعض الملفات الخفية التي لا زالت لها مع المخابرات الجزائرية، أو أن يعني لا تقبل بتحمل المسؤولية وتستمر في سياسة النعامة، وسيكون لذلك يعني تكلفة كبيرة على العلاقات المغربية الإسبانية، وأكبر خاسر هي إسبانيا وهي تعلم جيدا ذلك. بشكل سريع، إلى أين تسير تفاعلات هذه القضية؟ هل تنتهي أيضا هذه القضية بتمكين القضاء من مساءلة زعيم الانفصاليين بعد الانتهاء من استشفائه؟ بشكل سريع لو سمحت. كل ما هو مطلوب الآن هو يعني أن يسمح وأن تسمح الحكومة للقضاء بأن يقوم بدوره، وكل ما هو مطلوب الآن هو أن لا يكون هناك كيل بمكيالين، وكل ما هو مطلوب الآن هو أن يسمح للقضاء بالقيام بدوره. فبالتالي إذا كانت الحكومة الإسبانية يعني تريد الحفاظ على هذه العلاقات فعليها أن تترك القضاء
القضاء الإسباني يقوم نعم. بدوره، وإن كانت لها يعني انعدام ثقة في قضائها، وإن كان لها عدم احترام لقضائها، وإن كانت يعني ترغب في الحفاظ على ربما علاقات مع أطراف أخرى، لها أن يعني تتحمل مسؤوليتها وأن تتحمل يعني عقبات هذا الخيار. نعم، بروفيسور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. شكرا عبد